طيبي، قبل اعمل البقلاوه راح اقول لكم على الخطوه دي اللي انا دائما اعملها. كيف يطلع معي الفستق لونه زاهي؟ فبخلط من هذا الفستق الحلبي، بخلط معاه من هذا الفستق الاخضر. الفستق الاخضر حيعطيكي لون، والفستق الحلبي حتاخدي منه طعم. فاحب اخلط الاثنين عشان يطلع معي لون زاهي، فراح احطها في الخلاط الكهربائي او في الفرامه. طيب حبيباتي، هذا عجينه الجلاش، مش عجينة بقلاوة، أوكي؟ فهذه هي، أوريكم اسمها، لأنه عجينة البقلاوة شوية حتتعبكم، فعجينة الجلاش متماسكة أكتر، تمام؟ أخذت نصها بالضبط فتحتها، وأخذت النص، والنص الثاني حيرجع الفريزر، نستخدمها في يوم تاني. القطعة دي راح أدهنها سمنة، أوكي؟ بالكامل، والسمنة اللي أنا أستخدمها اليوم سمنة فارم. انا اشوفها افضل شيء للبقلاوه. بعد ما دهنتها سمنه راح احط عليها الفستق. ممكن تحطي الفستق في جهه واحده او ممكن ترشيه بالكامل، انا حرشه. عندي هذه الحديده راح احطها هنا، وراح ابدا الفها للاخير. هذا الحجم اللي طلع معايا، بس انا ما راح اخليها كده، راح طبعا اقطعها. شوفوا حبيباتي، انا قطعتها ورصيتها بالطول، بعدين مسكت السكينه وقطعتها، تمام؟ فراح امسك الجزء ده هنا، انا غيرت الترتيب، راح امسك الجزئين اللي قطعتهم هنا. الحركه دي حتخلي الشيره تدخل جوا البقلاوه بعد ما تخرج من الفرن، فضروري اني انا اشربها شيره مره مظبوط، واتاكد انه الحبات شربت كل البقلاوه. فالحركه دي كمان حتساعدني ان الشيره تدخل جواتها. راح اسيب هذول وراح اخلف هذه. كده بالترتيب هذا. آخر شيء قبل لا تروح الفرن راح أدهنها سمنة مرة مظبوط. ضروري أدهنها تمام يا بنات، لأنه أنا ما دهنتها من برا، أنا دهنتها من جوا بس. راح أحط سمنة تمام من برا عشان تتحمر، وكمان من تحت أنا دهنت الصينية تمام. حتروح على فرن حرارته 200 درجة لحد ما تتحمر من تحت، ما راح تطول إن شاء الله. بعد ما خرجتها من الفرن راح اصب عليها الشيرة على طول وهي حارة. طبعا الشيرة عندي باردة.